وينك امس غايب؟ فاتك وربي. ليش ايش صار؟ اللي حل الواجب يسلمه لانه اليوم اخر يوم. هذا مدرس جديد جاء امس. كيف كذا؟ هذا امس جاء ما تلحق يعطي واجب. والان بعطيكم نتائج اختبار امس واللي ما اختبر راسه. يا عمي اختبار ايش هذا؟ ما تلحق يعطي اختبار كمان. صح انت غايب امس. السلام عليكم يا شباب. سلام. هيا خذ لك هذا. مين كمان؟ هذا مدرس ثاني جديد. اوه صح انت كنت غايب امس. خلاص يا اخي عرفت اني غايب امس. طبعا زي ما قلنا لكم امس انا والاستاذ كامل. ولا خلاص ما يحتاج اقول كلكم عارفين امس. طيب يا استاذ انا غايب امس. انت لو تهتم حتفهم ولا لا يا استاذ كامل؟ صح كلهم اصلا زي بعض. كلهم زي بعض. اهتم مين اهتم؟ انت تكلم حبيبتك انت ولا ايش؟ كيف كفتنا والله. خلاص تمام اكلمك بعدين. لا لا تفلها معانا دحين. تعال تعال يا ولد. السلام عليكم يا شباب. يا عمي مين هذا كمان؟ مدير جديد جاء امس. او صحتك. خلاص يا اخي لا تكمل. جاني تعميم انه كل اللي كانوا مداومين امس ناجحين ان شاء الله. يا عمي هو ايش صار امس؟ يا عمي فهموني. تكفى ايش تقول؟ يا عمي مين انت كمان؟ انا صاحبك. او صحتك.